المنظور المستقبلي للاقتصاد المملكة إيجابي جدا، الحمد لله شهدنا نمو إيجابي في الربع الأول بمستوى قياسي يمكن في آخر 10 سنوات بنسبة 9%، أكثر من 9%. نتوقع استمرار النمو على مدى المتوسط في السنوات القادمة في حدود 6% للناتج المحلي غير النفطي. النمو بشكل عام ممتاز، فرص الاستثمار ممتازة، وبإذن الله ستخلق وظائف للمواطنين والمواطنات، سنستطيع جلب مزيد من الاستثمارات. طبعا لا أتوقع أن يكون هناك ركود عالمي شامل، من المتوقع أن يكون في ركود في بعض المناطق ولمدد مختلفة، لا أتوقع أن يكون في ركود في المملكة. النمو في المملكة مستمر بشكل كبير جدا، اقتصادنا قوي، لدينا مقومات جيدة، لدينا أيضا قدرة على مواجهة التحديات شاهدناها بقدرة الحكومة بقيادة خادم الحرمين سمو ولي العهد خلال أزمات، خلال أزمة كوفيد وانخفاض أسعار البترول استطعنا تجاوز الأزمات. فالحمد لله اقتصادنا قادر على امتصاص الصدمات، لكن لا يزال في بعض الصدمات الخارجية لازم نكون محتاطين لها. نحن جزء من العالم، من ضمنها ارتفاع الأسعار، وإن كان هناك ارتفاع في الأسعار عالميا أكبر بكثير من اللي نشاهده في المملكة، لكن يجب أن نكون حذرين. استطعنا بقرارات استباقية بقيادة سمو ولي العهد بتوصية منه أن نبقي على أسعار الطاقة في حدود 70 دولار كحد أقصى في داخل المملكة. هذا حد من ارتفاع الأسعار في الاقتصاد في المملكة، لكن يجب أن نكون حذرين ونتابع الموضوع هذا بشكل يومي. رؤية المملكة 2030 وما تم اتخاذه خلال 4-5 سنوات الماضية خففنا بشكل كبير جدا، من ضمنها الغذاء. عدد من الدول إلى الآن تعاني بشكل كبير جدا من الاستيراد من روسيا ومن أوكرانيا. المملكة انتبهت لهذا الموضوع مسبقا، من 4-5 سنوات اتخذت إجراءات مهمة في استراتيجية الغذاء، خفضنا من الانكشافات على روسيا وعلى أوكرانيا، وزعنا استيرادنا من العالم، أيضا رفعنا الإنتاج المحلي. هذا وضع المملكة في موقف أفضل بكثير من غيرها من الدول.